نظمت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالتعاون مع إذاعة بانوراما اف ام حملة افطارك علينا الخيرية طبعا في شهر رمضان المبارك، والتي هدفت إلى التفاعل والتواصل مع الصائمين وقت الإفطار في مختلف مناطق المملكة من خلال البرنامج اليومي افطارك علينا. البرنامج بث عبر أثير بانوراما لمتطوعي الحملة أثناء توزيعهم لوجبات الإفطار المجانية على الصائمين المتواجدين بالشوارع والميادين. وما زالت تقوم الإذاعة حتى اليوم بتوزيع هدايا العيد وعيدية رمزية في شوارع جدة تحت مسمى مبادرة عيديتك علينا. وتنضم إلينا في الاستوديو مديرة البرنامج في إذاعة بانوراما اف ام هدى ياسين. صباح الخير هدى. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، كل عام بخير وانتي بألف خير وصحة وسلامة. نبتدي بحملة فطورك إفطارك. علينا، كيف كان يعني كيف كان صدى الحملة؟ كيف لقيتوا رد فعل الناس لما بيلاقوا أحد فجأة في الإشارة مثلا بيوقفهم وبيعطيهم أكل؟ هي البداية إجت الفكرة من إذاعة بانوراما، كنا حابين نتواجد على الأرض بشهر رمضان، بس حابين فكرة تناسب أيضا الشباب. حبينا نختار فكرة هي كانت موجودة قبل، توزيع وجبات الإفطار في البلدان العربية بصفة عامة. ويمكن انقطعت هذه العادة، ولكن بالتحديد المملكة العربية السعودية بعض المناطق الضواحي، مش المناطق الكبيرة أو المدن الكبيرة فيها، منا موجودة هذه العادة. فحبينا نحن نحاول نرجع نذكر الشباب فيها من خلال افطارك علينا، وهي مثل ما ذكرت توزيع وجبات مجانية أثناء الصيام، أثناء الإفطار بالتحديد. أيوة. الشيء الغريب قديش في عالم كانت موجودة بالشوارع لسبب أو لآخر، منا موجودة أو قدرت توصل على بيتها. أيوة. الزحمة والشرطة وكثير يعني ناس وظائفهم تحكم عليهم. يعني وقت النقل على الهواء مباشرة كنا نستضيف الناس اللي عم بيتم توقيفهم أثناء عجقة السير. أول شيء أوكي كان في نوع من الاستغراب، ولكن نوع من السعادة، نوع من الفرح، مش أكيد لقيمة الوجبة، ولكن لإحياء هذه العادة الحلوة لوجود شباب صغار. يعني حتى كان في بناتهم بين المتطوعين أطفال لم يتجاوز عمرهم 14 عام. كانوا سعيدين جدا أنه بهالوقت ما يكون مع أهلهم، ولكن يكونوا موجودين. طيب. لتوزيع الوجبة. طب إذن كانت الوجبات يعني خلينا نقول إنه عشوائيا يعني توزع، مش إنه مثلا ضمن إطار منظم إنه مثلا لأفراد معينين؟ لا أكيد، هي في شوارع معينة بالضبط. هذا ما قصدت. طيب بخصوص عيديتك، هل كانت قائمة على نفس المبدأ؟ عيديتك اخترنا الأماكن اللي حتكون بالعيد معجوعة. مثلا هناك بعض الجوامع، هناك الأماكن الموجودة فيها بنعرف أن الناس حتتواجد فيها. الفرق بين إفطارك علينا وعيديتك علينا أنه عيديتك علينا تمت بالتعاون مع جمعية البر الخيرية، وهي جمعية تعنى بالأيتام. المتطوعين هني أطفال حبوا خلال العيد، طبعا من خلال الفكرة اللي طرحناها، أنه هني يعطوا عيدية رمزية لهالناس اللي كانوا يعني بمثابة شكر، أنه شكرا طبعا لتبرعكم للجمعية والتذكير بالجمعية طبعا إضافة لهالشيء. أيوة. بس كيف في حملة إفطارك علينا كيف اخترتوا المتطوعين؟ هي بما أنه أول ما نشأت الفكرة تحدثنا مع جمعية الإغاثة الإسلامية في المملكة العربية السعودية والمتطوعين أكيد من خلالها، فبهالأسلوب يعني تم وجود المتطوعين. طب شو كانت يعني طبيعة الأشياء اللي كنتوا تقدموها؟ يعني هل مثلا هي كانت عبارة عن مثلا نقود ولا كانت هدايا؟ لا، بالنسبة للإفطار أكيد هي وجبة. لا العادية. بالنسبة للعيد هي في هدايا رمزية، وبما أنه مثل ما قلت لك إني أطفال، فكان في هدية رمزية هي عبارة عن قطعة نقدية بسيطة جدا بالإضافة لأشياء رمزية أخرى، ولكن هي كان المقصود منها أكثر أنه روح التواصل هيدي. صح. إن كان من ناحية الأطفال أو من وأيضا ناحية شجعت ظاهرة العمل التطوعي. العمل التطوعي هو عمل مهم. صح. ويمكن الفكرة بلشت منا صغيرة، ولكن أكيد السنة الجاية رح بتكون أكبر من هيك بكتير، ورح نفع على أكثر من هيك بكتير. أيوة طبعا، كل ما يسمعوا الناس أكثر عن الفكرة كل ما رح يشاركوا، وكمان حجم يعني أنا هون كمان بدي أشكر الصحافة السعودية، لأنه حتى نحن تفاجأنا بحجم التغطية اللي هن قاموا فيها لهالحملة. أيوة.
طيب هذا نحن يعني بعد رمضان ايش حيكون عندكم اشياء جديده او مختلفه في بانوراما؟ كيف حترجعوا بعد رمضان ان شاء الله؟ طبعا بما انه بانوراما متخصصه بالتحديد للحديث مع الشباب في المملكه العربيه السعوديه، رح يكون هناك تركيز اكثر على، طبعا هناك قبل تركيز، ولكن اكيد مثل ما بتعرفوا صار يمكن بالاعلام العربي وبالتحديد بالمملكه العربيه السعوديه مع وجود اذاعات مختلفه جديده، صار هناك في مجال اكثر للحريه الاعلاميه والتطرق لمواضيع ومناقشتها بتوسع اكثر. فحيكون هناك تركيز اكثر على القضايا الشبابيه السعوديه، حيكون هناك تغيير ببعض المذيعين بعض الفترات اللي تعودوا عليهم المذيعين دائما هيدا المذيع موجود بهالفتره، بعد التغيير البسيط يمكن لنوع من التجديد، ولكن اكيد التواصل مع المستمعين حيكون بصفه اكثر بكثير خلال طيب يعني هنا كان الناس بالعاده او دائما البعض يتساءل انه في دائما يعني حملات بس بالمناسبات نتذكرها رمضان وعيد، طب الايام العاديه مثلا هل ستكون هناك نيه لحملات مشابهه؟ من يوم من الايام غداك علينا خلينا نقول مثلا اقول لك شغلي، اذا اجت المناسبات نحن هيدي السنه كان في تواجد لنا كثير كبير على الارض بالمملكه العربيه السعوديه من خلال فعاليات عديده، يمكن افطارك علينا او عيد علينا هي الشيء المميز كان فيها ومن أجمل الأعمال اللي قدمتها إذاعة بانوراما، لأنه فيها عودة إلى أشياء جميلة بدأت تنتهي حبينا نذكر الشباب فيها. بعد رمضان مباشرة في عنا أكثر من تواجد، ولكن ليس بمعنى حملة معينة سنقودها أو سنقوم بالتذكير فيها، ولكن بما أنه إفطارك علينا وعديتك علينا هالقد كان إلى الصدى كتير حلو، أكيد حتكون بداية لحملات مشابهة نحن حنلاقي أنه انه محتاجه انه نذكر فيها او نكون موجودين فيها او نحييها من جديد. نعم. ان شاء الله. مديره البرامج في اذاعه بانوراما اف ام هدى ياسين، شكرا لوجودك معنا. شكرا. الان تذكير بكل موضوعات صباح العربيه لهذا اليوم.